الحاضرون السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حي الحج الكريم وحييكم. اليوم عليكم مسؤولية كبيرة في رفع معاناة شبابنا إلى العالم، فقد كنتم ولا زلتم تقدمون جلد جهدكم وما لكم من أجل الهدف الذي نسعى إليه وهو استقلال جنوبنا العربي. فلقد كان لقيادة وقوائر تجمع تاج في سويسرا السبت ويشهد التاريخ بذلك، فأنتم من خاطبكم الهيئات والمؤسسات الدولية المتواجدة في سويسرا. أيها الأخوة، إننا نشيد على أياديكم ببذل مزيد من الجهد، وذلك بقوة إيمان الشباب ولأن التاج ولهم الرحمة. فقد كان ولا زال نبض حياة أمة قهرها الظلم والاستعمار، فهو جنوبي خالص لا تسيره جماعة أو أفراد أو إنها لمناسبة عظيمة أن نقدم لكم ولإخوانكم في الداخل كل ما نسعو به دائما هو وحدة الجميع، ولا يستطيع أي حزب أو جماعة أن يحرر بمفرده الجنوب إلا بالتعاون الجميع والوقوف في صف واحد مع سائر المكونات المتمثلة بالرئيس الشرعي للجنوب الرئيس علي سالم البيض. أخواني، لا نطيل عليكم، ولكن علينا أن نشد على أياديكم بأن نكون موحدين متماسكين، ونجعل يوم 7/7/2007 هو عيد ميلاد الجنوب والجنوبيين، وأن نشد ونؤكد هذا أعمل من وأن لا أن